نجي لحاجة تاني اسمه VPN Virtual Private Network. يومين ده طبعا كتير جدا مع الكورونا الناس قاعدين في البيوت، فبقول لك يا اخي ال VPN بيعمل كونكت. يعني شنو ال VPN؟ ال VPN انت تقدر تعمل كونكت للنتورك بتاعك من البيت، النتورك بتاع الشركة بتاعك من البيت، لكن لا ما بوصلك كيبل لحد البيت ولا تستعمل الوايرلس، تستعمله ثرو انترنت. استفادة من الانترنت بيقوا بعمل لك تانل داخل الانترنت تقدر تخش على الشبكة بتاعك، والتانل ده بيكون مقفول كأنك انت موصل في الشبكة بتاع الشركة، ما عندك خلطة مع الانترنت. يعني التانل ده ما في زول بقدر بخش فيه لحد ما يوصلك لشنو؟ للشبكة. ده بيسموه VPN Virtual Private Network. هو Private Network لكن Virtual، يعني حاجة Virtual. طيب ال VPN قالك works by the creating a virtual tunnel between an employee انت device computer بتاعك انت and company network. كلام شرحناها هسي virtual tunnel between an employee device and company network. This is a VPN. This is you. This is your company مثلا. كويس. تستخدم شنو؟ تستخدم الانترنت. هنا هسه شغالين من البيت. Hold on one minute. Sorry. Okay. طيب. ده الـ VPN. لا هسه بيعمل لك فيرتشوال تانيل للنتورك بتاعك. ما في زول بيقدر يخش. طيب. اوكي نيجي نشوف ال VPN Concentrator. ال VPN عندنا نوعين، مش نوعين، او طريقة ارتباط بتاعه بتقسم الى قسمين، او الفانكشن بتاعه بتقسم الى قسمين. في حاجة يسموه Remote Access VPN. VPN Remote Access VPN are the user allowed user to drive locally remote drives locations to the remote access to the network via secure connections. Traveling employee type of the scenarios in which of the remote access VPN would be used. بيستعملوا حاجة بيسموه بروتوكول TCACS. إننا مجموعة من بروتوكولات وهنيجي ندرسهم بالتفصيل، لكن لازم نعرفه من هسي أن الريموت أكسس VPN ده بيستعمل يا بروتوكول، بيستعمل بروتوكول اسمه TCACS. واي لون احمر يا جماعه كاتبينه بروتوكول جاي نكتبه لون احمر انتبه له. The red color that's protocol. Remote access VPN ده بربط الامبلوي انت بربطك بالشركه. سموه remote access VPN. وبيستعمل بروتوكول اسمه TACACS Plus. ده البروتوكول بتاعه اللي بربطك. See the pictures. ده الـ head office. ده الـ remote location. انت في remote location عن طريق انترنت secure tunnel VPN. What type of VPN? Remote access. What else? التانية قلنا نوعين remote access. التانية
اسمه سايت تو سايت في بي ان. كويس، سايت تو سايت في بي ان اتس السايت تو سايت في بي ان بيربط الاوفيس تو ذا اوفيس. الاول ما بربطك انت كامبلوي مع الاوفيس، لكن ده بربط الاوفيس الاوفيس. مثلا نقول بنك اوف امريكا they have many branch right, one say in in Iowa and the other one in نيويورك، other one in say Texas، عشان يربطوا الفروع ده مع بعض بيعملوا سايت تو سايت في بي ان، سايت تو سايت كونكشن في بي ان، ذا تايب اوف في بي ان. كويس، البروتوكول اللي بيستعملوه هنا اسمه L2TP، L2TP ده بروتوكول مربوط بده، وده البروتوكول ده مربوط بالريموت اكسس، خلي بالك. اوكي، ده البروتوكول المربوط. فالسايد تو سايد ده بيسموه بيرمننت، بيرمننت في بي ان كونكشن. يعني انت لما دار تربط البنك مع الفرع هل توصله مرات تتطور؟ لا، بكون بيرمننت طوالي موصل، لكن الفي بي ان ريموت اكسس بتاعك انت تكون موصل وتقدر تشتغل، تكون موصل وتقدر تشتغل، اتس نوت بيرمننت. لكن اذا قال لك بيرمننت في بي ان معناه شنو؟ سايد تو سايد between the sites، between the sites permanent VPN connection between sites connect remote office. كويس، وده بقى implementation قلنا ب L2TP is a protocol of VPN. فده قالك ممكن تستعمله برضه either، قالك شنو could be used for the either side to side or ممكن تستعمل side to side و remote access VPN this protocol، تستعمل في both، لكن ده بيستعمل في remote office branch A branch B كم head office مربوطين في VPN permanent connection. طيب any question VPN are two types side to side remote. انا بحاول بشرح عشان انت من الحصة تطلع بحاجة، يعني عشان من الحصة تطلع بأقل شيء 60-70% عشان لما تقراه. انا بحبس انه الناس يعني يطلع على السلايد ده بعد الحصة طوالي، اقرا السلايد ده one time عشان ترسخ المعلومات اللي انت يعني اخذته في الحصه. Very helpful، لانه لو قريته one time بيرسخ لك معلومات، لو قعدته لحد بكره لازم تقراه 2-3 times عشان ترسخ المعلومات، لكن بعد الحصه مباشره لو قريته بيرسخ لك المعلومات بصوره اوضح. طيب we're gonna go further، نخلص ال VPN ده وناخد بريك إذا ما كتير يعني. طيب طيب احنا قلنا VPN بيشتغل بعملية تانل، تانلينج. كويس، اننا سبليت في تانل، سبليت تانل وفي فول تانل. Split tunnel allows the mobile use to access this mere secure domain like a public network, with internet and local area and LAN the same time. The full that split tunnel, with a full tunnel denial tunnels to one single target. طيب شنو الكلام ده؟
انت قلنا تخش عن طريق انترنت، فالسبليت تانيل انت خاش في انترنت، بكون انك تانيل واحد ده مقفول بالفي بي ان، والانترنت يكون ماشي براه. اما الفول الاثنين بيكونوا ماشيين في وان تانيل. ده الفرق بيناتهم، انك انت كيف تفرق انه ده يعني سبليت اور فول. ده من ناحية التانيل. طيب شوف في حاجة تاني. اوكي الفي بي ان كتير، خلينا ناخد بريك ونيجي نشوف البروتوكولز بتاع الفي بي ان. ناخد 10 minute break and then come back. نواصل في ال نيجي نواصل في ال 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 VPN.